أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن
illa فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن أولئك هم الظالمون صدق الله العظيم.